ألف تحية لواضح. بحب أعرفكم عن نفسي، دكتور طلال حمود، طبيب قلب. لمست انه في ناس كتير ما قادرة تدفع المعاينة وتخطيط القلب وغيرها من الفحوصات، قررت اني اخصص يومين مجانيين، يوم تنين ويوم جمعة من كل اسبوع، لاستقبال المرضى، تقديم المعاينة المجانية، تخطيط القلب مجانا، وكل انواع الادوية المتوفرة عندي عم عطينه إياها مجاناً دون أي مقابل. طبعاً أنا ما بقدر استقبل كل المرضى، لذلك حطيت بعض الشروط، إن يكون عمرهم فوق 45 سنة، ما يكون عندهم ضمان اجتماعي أو تأمين صحي، لحتى هالخدمة تنال يحصل عليها إذا بدك الأشخاص المستحقين لإلها. أما الأشخاص العاديين اللي قادرين يتطببوا، كمان خفضت كتير من تسعيرة المعاينة لأجل خدمتهم. يعني في أشخاص بكونوا مضمونين وبدني يستفيدوا من هذه الخدمة، بدل ما أخذ منهم المعاينة كاملة بأخذ نصف المعاينة. فأدعو من عبر هذا المنبر واللي بتشكره مرة تانية كل الأطباء وكل أصحاب المهن الحرة أن يقوموا بهذا النوع من الأعمال، خدمة لأوطانهم، خدمة لأهلهم في كل البلاد العربية، خاصة وأنه الوطن العربي من المحيط إلى الخليج يمر بظروف صعبة جدا. أنا بقول للدكتور طلال بارك الله فيك وكتر خيرك.